السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نستعرض فيها الموقف الدولي من معركة الحديدة ومدى تأثيره على مسارات الأزمة اليمنية. لم يسقط الموقف الدولي الرافض لمعركة الحديدة كما كانت المؤشرات تقول عند بداية تحرك قوات الحكومة والتحالف للسيطرة على المدينة. عاد الموقف الدولي ليوقف هذه المعركة من باب المسألة الإنسانية التي طالما كانت عقدة لم يستطع التحالف حلها منذ 3 أعوام، وتوقفت العربات العسكرية على تخوم المدينة. قبل انطلاق المعركة كانت الجهود السياسية تحاول إقناع ميليشيات الحوثي بتسليم الحديدة لإشراف الأمم المتحدة من أجل تجنيب المدنيين في المدينة واليمنيين بشكل عام من كارثة قد تحدث نتيجة اعتماد الجزء الأكبر من المواطنين على ميناء الحديدة، سواء في إدخال المواد الإغاثية أو التجارية، لكن الحوثيين رفضوا هذا العرض حينها. المبعوث الأممي التقى الرئيس هادي في عدن وقدم ما اعتقد أنه حل للأزمة، وبحسب ما تسرب من بنود المقترح فسيتم تسليم الميناء لإدارة أممية مع بقاء الحديدة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وتوريد العوائد إلى بنك صنعاء، وهو العرض الذي رفضه الرئيس هادي وحكومته وربما التحالف أيضا. يبدو هذا المقترح أقصى حد لما يمكن أن تقدمه ميليشيات الحوثي التي أعدت نفسها لمعركة مصيرية في المدينة التي تمثل شريان حياتها في السلطة، وهو ما يعني أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي لملف الحديدة. فهل يعني هذا أن الموقف الدولي سيبقى عقبة أمام استعادة الحديدة فقط دون الإسهام بشكل جدي في دفع الحل السياسي خطوة إلى الأمام؟ وما الذي يعنيه هذا الموقف الدولي وكيف ستتعامل معه أطراف المعركة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الليلة من فضاء حر مع الكاتب الدكتور عادل دشيلة من مدينة أورنج أباد في الهند، وسيكون معنا من صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي عبر الهاتف. في البداية السؤال المشترك مع الدكتور عادل. دكتور عادل، قدم المبعوث الأممي مقترح جديد بشأن الحديدة ربما تعكس فيها يعني خلفية ورؤية هذا الموقف ما تبنته ميليشيات الحوثي. هل يعني كيف تفسر الأمر أو كيف يمكن فهم الأمر؟ إذا مع الأستاذ عبد الوهاب الشرفي من صنعاء. أستاذ عبد الوهاب، هل تسمعني؟ نعم. أستاذ عبد الوهاب، السؤال المشترك، قدم المبعوث الأممي مقترحات جديدة بشأن الحديدة، ويعني يرى الكثير بأنها تعكس في خلفيتها رؤية ميليشيات الحوثي في ما يخص ميناء الحديدة وتسليمه للأمم المتحدة، كيف يمكن فهم الأمر؟ مساء الخير لك ولمشاهديك الأكارم. مساء النور. هو بالطبع هذا الجانب المتعلق بمحاولة الوصول إلى اتفاق سياسي يجنب مدينة الحديدة التحول إلى جبهة قتال، هو مسألة يتم العمل عليها منذ فترة طويلة، ربما أكثر من عام، لكن لم تكن الأخطار المحدثة بالمدينة كما هي حاليا نتيجة اقتراب قوات هادي ومن ورائها قوات التحالف السعودي من المدينة. هذا الأمر طرح المسألة ربما في الصدارة الآن، ويتم الحديث عن أن الأمم المتحدة ستكون طرفا في تصور لحل يجنب المدينة المواجهات. مع تحفظنا نحن على قضية أن تكون الأمم المتحدة طرفا على اعتبار أن هناك بدائل أكثر سلامة بالنسبة للبلد، لكن على كل حال ما يتم هو نوع من التلاعب أساسا على الموانع أمام المعركة، ومنها المانع الإنساني. الموقف الغريب المفترض الآن هو أن يكون ضد المعركة وليس محاولا لانتزاع مكاسب سياسية معينة نتيجة الضغط العسكري على المدينة. في الأخير المسألة الآن هي متعلقة بانتهاك قانون دولي بتحويل ميناء أو إلى منطقة عسكرية، وأيضا كارثة إنسانية واسعة ستتضاعف وسيعاني نتيجة هذا العمل ملايين اليمنيين من المدنيين، وبالتالي كان يجب أن يكون له موقفا
ضد هذه المعركة، بغض النظر كان من طرف أنصار الله أو من طرف التحالف السعودي وقوات هذه. يجب أن يكون موقفه وما يضعه في مجلس الأمن هو أن هذه المعركة وتبعاتها خطيرة على المدنيين، ويجب منع الإقدام عليها بعيدا عن مسألة وصول إلى اتفاق. نعم. أو عدم وصول طيب. إلى اتفاق. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم أستاذ عبد الوهاب نكتفي بهذا القدر للسؤال المشترك. اسمح لي أن أوجه نفس التساؤل للدكتور عادل دشيلة من مدينة أورانج أباد في الهند. دكتور عادل، إذا المبعوث الأممي يقدم مقترحات ربما يرى الكثير بأنها تحمل رؤية ميليشيات الحوثي للحل في الحديدة وتسليم مينائها، ما رأيك أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك والمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. نعم. نحن الأمم المتحدة لم تكن جادة يوما ما في حل الأزمة اليمنية، ولدينا قرارات شرعية دولية، لدينا القرار الأممي 2016، لدينا مخرجات الحوار الوطني، لدينا مبادرة خليجية. فشل المبعوث الدولي الأول والثاني ومبادرة كيري ومبادرة ولد الشيخ، واليوم مبادرة المبعوث الأممي الجديد البريطاني. الآن جماعة الحوثي هي تقول أنها تقبل بالخطة الدولية الجديدة وأنها مستعدة لتسليم من الحديدة، ولكن كيف هذا الاستعداد؟ يعني استعداد هو يريد أن تبقى ميليشيات خارج من الحديدة ويستلم يعني موارد الميناء، ومن ثم يقوم بمرشنة الدولة وتبقى ميليشيات في الحديدة. هذا ليس حلا سلمي. لدينا إذا كانت جماعة الحوثي ستقبل يعني بالخطة الدولية فعليها الانسحاب كاملا من الحديدة، عليها أن تسلم خارطة يعني الأماكن التي وضعت فيها الألقام، عليها أن تسلم الميناء بشكل كامل. أما أنه يراوغ الكسب الوقت ولكي يكسب مزيدا من الوقت حتى يعد صفوفه ومن ثم يهاجم الدولة الشرعية أو الجيش الوطني الشرعي من جديد. جماعة الحوثي لم تكن جادة في يوم ما لتحقيق سلام عادل، والأمم المتحدة هي تنفذ أجندة دولية على حساب المواطن اليمني للأسف. نحن نقول أو بالحرف الواحد لا سلام ولا سلم مع هذه الجماعة إلا بقوة السلاح، وبالتالي لن تخرج من الحديدة إلا بالسلاح. ندعو الحكومة الشرعية اليمنية ومن منبركم هذا أنها تحيز المدنيين وأن توفر أماكن آمنة للمدنيين وأن تقتحم الحديدة في أقرب وقت ممكن لأفراد جماعة الحوثي. وماذا عن الوضع الإنساني وتحويل الحديدة دكتور عادل إلى معركة مصيرية مع ميليشيات الحوثي التي لا تأبه بالمواطنين ولا بحياة المواطنين؟ يا أخي الكريم، جماعة الحوثي تنتهك المعاهدات الدولية، جماعة الحوثي لا حتى أنها لا تلتزم بالاشتباه، لا تلتزم حتى بقوانين الأسرى التي صدرت من جنيف. بالأمس جماعة الحوثي اقتحمت السجن المركزي الآن وقامت بقتل الأبرياء داخل السجن المركزي، قامت بقتل الأسرى. جماعة الحوثي الآن هي تتخذ المدنيين دروعا بشرية وتمنع حتى النازحين، هذه جريمة حرب حق المدنيين ترتكبها جماعة الحوثي. جماعة الحوثي لم تعبه يوما ما ولم يكن في حسبانها يوما ما المواطن اليمني. جماعة الحوثي يهمها أن تسيطر على الأرض، يهمها أن تنفذ الأجندة الطائفية الخبيثة على حساب المواطن اليمني. وبالتالي ندعو التحالف العربي والحكومة الشرعية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والأخلاقية، وأن تحاول إخراج الأبرياء من الحديدة بأي طريقة كانت ومن ثم مهاجمة الحديدة. معركة الحديدة لابد أن أكون صريحا معه واضحا، هي معركة مصيرية لجماعة الحوثي والتحالف العربي. إذا لم يحسم المعركة التحالف العربي فسيخسر مصداقيته أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. وجماعة الحوثي تعرف جيدا أنها إذا خرجت من أنها إذا أن التحالف العربي إذا انتصر عليها في محافظة الحديدة، معنى ذلك أنها ستنحصر في الجبال وفي المرتفعات الشمالية وأيضا في محافظة صعدة، ومن ثم سينقطع عليها الإمداد البحري من إيران سواء بالسلاح أو بالمال، وأيضا ستفقد من الحديدة الذي يعتبر الممول الرئيسي لها في حربها ضد الشعب اليمني. جماعة الحوثي هي تستخدم الميناء لضرب أبناء الحديدة. جماعة الحوثي اليوم اقتحمت يعني مبنى منظمة الصحة العالمية أو مبنى الأقضية العالمية داخل الحديدة. هذه عصابة نهب، هذه عصابة سلب، لا يهمها المواطن اليمني بقدر ما يهمها أن تنفذ أجندة إيرانية خبيثة على حساب المواطن. نعم. اليمني. نعم. كان الرئيس اليمني صريحا وواضحا حين قال للمبعوث الدولي
نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب الشرفي، كانت المقترحات التي قدمت من المبعوث الأممي والتي ينادي بها المجتمع الدولي هو تسليم الحديدة بعيدا عن الحرب للأمم المتحدة حتى تجنب المدينة القتال وحفاظا على المدنيين والوضع الإنساني فيها. برأيك لماذا ميليشيا الحوثي تستميت على عدم تسليم ميناء الحديدة والمدينة للأمم المتحدة وتجنب المدنيين واليمنيين هذه المعركة؟ هو الآن ربما صدر يعني في يعني ما يصدر عن جماعة أنصار الله أنه لديها مرونة في قضية الإشراف بالنسبة للأمم المتحدة فيما يتعلق بنشاط الميناء، مع مصاحبة ذلك بعدد من التشرطات، منها قضية دفع المرتبات أو توجيه الإيرادات الميناء لدفع المرتبات وما إليه. لكن على كل حال في الأخير مناقشة القضية بالأسلوب الذي تطرحه أنت أخي الكريم هو غير سليم. في الأخير هناك حالة سياسية مضطربة في البلد، والحديدة هي في هذا الوضع منذ 4 أعوام، ومن يهاجم المدينة الآن ويعرض المدينة ليس بالدرجة الأولى أنصار الله، أنصار الله موجودين في المدينة منذ 4 سنوات والأمور تسير بشكلها الطبيعي. نحن لا نقول في الأخير أن سلطة أنصار الله تمثل سلطة شرعية، نحن ننظر إليها كسلطة واقع تماما كما هي سلطة هادي واقع، لكن من يهدد المدنيين الآن. نعم أستاذ عبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب دعني فقط أكمل الفكرة لو تكرمت. هو نعم. الطرف الآخر الذي يتقدم الآن باتجاه المدينة ويعني يتخذ موقف أنه إذا لم يغير الوضع السياسي باستسلام فسيغيره بالقوة. نحن نريد أن يتغير باتفاق سياسي يوجد سلطة مثالية وسلطة متوافق عليها من الجميع وتدخل الحديدة أو غير الحديدة، لكن الدخول بالقوة وتحويل جبهة أو تحويل مدينة تضم أكثر من 3 مليون نسمة إلى جبهة، هذا الكلام لا يمكن القبول به. النزوح لم يبدأ إلا عند تقدم هؤلاء على المدينة، حارات الخندقة وإرباك الحياة كله لم يحدث إلا نتيجة توجه هؤلاء إلى المدينة وليس نتيجة نعم. وجود أنصار الله فيها، مع تأكيدي على أنه ليس وجودا يعني طبيعيا، هو وجود يجب أن يعالج سياسيا على كل حال، لكن نعم. لا تكون معالجته بخراب المدينة وكسل المدينة. كيف يمكن معالجته سياسيا والمجتمع الدولي والحكومة الشرعية 4 سنوات وهي تقدم المبادرة والمبادرة والمبعوث الأممي الأول والثاني والثالث يقدم مبادرة والمبادرة والميليشيا الحوثي ترفض؟ إذن لم يعد حل أمام الشرعية إلا أن الخيار العسكري. أنا أعتقد أننا تحدثت على قناتكم بالذات لأكثر من مرة. نعم. دعك من وجهات النظر، نحن أمام وقائع، دعك من كل ما مر، هناك لحظة سياسية هي المعيار وهي اللحظة التي قدم فيها ولد الشيخ خارطته للحل، قبل بها الجميع ولم يرفضها إلا هذه، وبالتالي يظل هناك قدر كبير من مسألة إعاقة الحل هو في يد الطرف الآخر، الطرف الآخر أصبح رهينا بيد التحالف السعودي والإمارات ولا يستطيع أن يحدد مواقفه باستقلالية، هذه المسألة يجب أن تكون واضحة. لم يمكن من المحافظات الجنوبية حتى اليوم منذ 3 سنوات، وبالتالي هو لا يمتلك أساسا قراره، هو ينفذ أو يخرج ما يطلب منه من قبل الإمارات ومن قبل المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى، وهم يروا أنهم قدموا خسارات ولهم أجندات معينة، ويجب أن تنتهي المعركة النتيجة التي يريدها هم لا النتيجة التي يريدها هذه نعم. الطرف الذي يعتمد عليهم، وبالتالي هو نتيجة فقد حيلته يضطر إلى تبني مواقف الإعاقة التي يريدونها لتستمر المعركة بالشكل الذي يوصل إلى النتيجة التي يريدها هم نعم. لا نحمل أطراف صنعاء فقط المسؤولية، هناك قدر كبير من الإعاقة يتحمله طرف هذه والتحالف السعودي من خلفه. نعم. طيب دكتور عادل، إذن الأستاذ عبد الوهاب الشرفي يقول لا يمكن أن نحمل ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة الآن على ما يحدث الآن في الحديدة، باعتبار أن الرئيس هادي مسلوب القرار من قبل التحالف العربي كما يقول عبد الوهاب الشرفي،
وليس الأمر بيده وليس لديه أي قرار، ولذلك عندما نتحدث عن أن نلزم طرف دون طرف آخر فهو شيء غير واقعي وغير منطقي. ما رأيك أنت؟ أولا أخي الكريم، أنا مستغرب من كلام الأخ عبد الوهاب، وهو رجل قانوني، هو يعرف أن الانقلاب يظل انقلاب وشرعية دولية معترف بها من قبل العالم أجمع، وكان هناك انقلاب من ميليشيات مسلحة أيديولوجية طائفية انقضت على دولة يمنية بأكملها، ونهبت مؤسسات دولة وبنوك وشبطت الأبرياء واقتحمت المدن ودمرت البنية التحتية للبلد. هذا من حيث المبدأ، يعني أن الميليشيا تظل ميليشيا انقلابية والشرعية تظل شرعية. أما بالنسبة للنقطة الأخرى للأخ عبد الوهاب حينما يقول أنه يتحدث عن سلطة أمر واقع في الحديدة، فمن الذي هدد أمن الحديدة؟ من الذي أوصل بنا إلى ما وصلنا إليه اليوم؟ هل الحكومة الشرعية أم جماعة الحوثي؟ من الذي تنصل بمؤتمر الكويت في عام 2016 عندما انسحبت جماعة الحوثي؟ وقالها المبعوث الدولي آنذاك ولد الشيخ أحمد أن جماعة الحوثي رفضت التوقيع على الملحق الأمني. هنا عندما الأخ عبد الوهاب يتهم الرئيس الشرعي بأنه هو من رفض هذه المبادرات، الرئيس الشرعي لم يرفض يعني المبادرات الدولية، ولم يرفض يعني المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون، هو رفض مبادرة كيري والتي كانت تريد أن تسلب الحكومة الشرعية شرعيتها. أما بالنسبة للمبادرات الدولية، فلدينا يا أخي الكريم قرار دولي 2216، لدينا مؤتمر حوار وطني. الآن على سبيل المثال، إذا كان الحوثي يريد أن يجنب الحديدة الدمار، فلماذا لا ينسحب من الحديدة؟ الحوثي وضع شروط أمام المبعوث الدولي، قال أنه مستعد أن يخرج من الحديدة، ولكن له شروط. الشرط الأول أن تبقى ميليشياته في البوابة الخارجية لمدينة الحديدة، أن يبقى مسيطر على مدينة الحديدة، أن تورد يعني أن تورد إيرادات مدينة الحديدة إلى البنك المركزي في صنعاء، وأن تصرف يعني وأن يقوم بتسليم الرواتب هو، وأن يفتح مطار صنعاء الدولي لميليشياته المسلحة، وأن لا يكون هناك تفتيش دوري للرحلات القادمة التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي. يعني أن جماعة الحوثي الآن هي لا تريد سلام، نحن مع السلام، نحن مع الأمن، نحن مع الاستقرار، نحن مع الحوار السياسي المبني على المرجعيات الثلاث. هذه ميليشيات لا تؤمن بالحوار، لو كان الحوثي جادا في الحوار فلماذا لا ينسحب من الحديدة؟ الانقلاب يظل انقلاب ولن ينسحب من المعركة إلا بالهزيمة. وبالتالي جماعة الحوثي عندما الآن يتهم لك عبد الوهاب يقول أن الحكومة الشرعية مرتهنة للخارج، يا أخي ليست مرتهنة للخارج، الحكومة الشرعية طعنت من الخلف، طعنت ممن كانوا يحاورونها في الحوار في مجلس الحوار في مؤتمر الحوار الوطني، طعنت من قبل النظام السابق ومن قبل جماعة أنصار الله الحوثية الإرهابية المتمردة. عندما يعني الحكومة الشرعية، نعم أنها يعني التجت إلى دول الإقليم، نعم هما نحن لا نبرئ للتحالف العربي وهو ارتكب جرائم بحق الإنسانية، لا نبرر ذلك، والتحالف العربي متورط، لا نبرر ذلك، لكن من الذي دعا التحالف العربي؟ نعم الإمارات لها أجندات خاصة بها، السعودية تريد حفظ أمنها القومي، ونحن كذلك نريد حفظ أمننا القومي. إذا كانت جماعة الحوثي يعني جادة في تحقيق السلام العادل، لم تخضع لا في بيل السويسرية، لم تخضع لمخرجات الحوار الوطني، لم تخضع في الكويت، واليوم تراوغ في مسقط يقول مندوبها أو الناطق باسمها أنه مستعد أن يسلم الحديدة، وفي صنعاء يقولون نحن نريد يعني إرادة الدولة، نحن مع حوار سياسي. إذا كانت جماعة الحوثي صادقة، وأعتقد أن رسالة الدولة الشرعية قد وصلت، نحن مع أي حوار سياسي، نحن مع حل سياسي يجنب الأبرياء إذا وافقت جماعة الحوثي. إذا الكرة في مرمى جماعة الحوثي وليس في مرمى الحكومة الشرعية. إذا لم ترخ لقرارات الشرعية الدولية فالحل سيكون عسكري، وجماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث وسيحدث في المستقبل في الحديدة وفي كل أنحاء الوطن اليمني. نعم، طيب أعود للأستاذ عبد الوهاب الشريفي. أستاذ عبد الوهاب، إذا الحقيقة التي يقول الدكتور لا يمكن القفز عليها بأن ميليشيا الحوثي هي ميليشيا انقلابية وهي من أوصلت اليمن وأوصلت الوضع إلى هذا الحال سواء في الحديدة أو اليمن بشكل عام. الآن إذا كنتم يعني كما يقول تريدون حل سياسي، لماذا لا تقدم ميليشيات الحوثي فعلا حسن النوايا وتخضع لكل المطالب الأممية حتى تجنب البلد هذه الحرب ويصل الأطراف في الأخير إلى تسوية سياسية للجميع؟ يا سيدي الكريم، أولا الحديث عن أنه يعني جماعة أنصار الله ما قامت به هو انقلاب هو نوع من المغالطة. الانقلاب معروف هو جزء من السلطة ينقلب على جزء آخر من السلطة، بينما أنصار الله هم من خارج السلطة. وقلت أنا أن ما هو حاصل في البلد ليس انقلابا وإنما هو حالة صراع سلطة.
القرار الأممي 22/16 ينص على استكمال المفاوضات التي كانت مرعية أمميا بما في ذلك مسألة الحكم. ولو تذكر أنت أن جمال بن عمر كان قد بدأ يخوض في مسألة من سيشغل موقع الرئاسة، وبالتالي هناك كثير من النقاط التي تمس موقع كل الطرفين. نحن بالنسبة لنا كأطراف يعني لا ننتمي إلى أي منهما تنظيميا، نرى أن كلا السلطتين هما سلطتي واقع، لكن تظل السلطة التي في صنعاء هي تبسط يدها على المناطق التي تسيطر عليها، بينما الطرف الآخر على الأخي الكريم في الهند أن يتنبه أنه لم تدخل الحكومة إلى تلك المحافظات. نعم أستاذ عبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب اسمح لي، يعني بعيدا عن هذه الشماعة، الحكومة الشرعية لم تستطع بس سيطرتها على المحافظات المحررة، الحكومة الشرعية مرتهنة. نحن الآن نتحدث أستاذ عبد الوهاب اسمح لي، يثبت أن ما يدور ليس في اتجاه الحل اليمني على الإطلاق. طيب طيب سيدي الكريم، أنا أذكرك بحادثة واحدة في مشاورات الكويت، في آخر مشاورات الكويت، ألم يذهب هادي إلى مارب ويعلنها على رؤوس الملأ بأنه إذا حاولت الأمم المتحدة أن تفرض علينا حلا توافقيا فلن نعود إلى الكويت؟ في الأخير نحن نتحدث عن لماذا لا ترمي الكرة ميليشيا الحوثي يا أستاذ عبد الوهاب؟ لماذا لا تقبل ميليشيا الحوثي بالقرارة الأممية وترمي الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة الشرعية والرئيس هادي؟ وقتها الناس سيفهم من هو المعرقل، لكن الآن ما هو ظاهر في كل التسويات وفي كل المبادرات، ميليشيا الحوثي هي حجر العثرة أمام أي تسوية سياسية. الجميع أعلن قبوله بالقرار الأممي، وتبعا لقبول الجميع يفترض أن وقف إطلاق النار هو حق لليمن منذ إعلان الجميع القبول به. المشكلة الآن هي في قضية جدولة تنفيذ هذا القرار الأممي، وهنا يأتي اللعب في التفاصيل. هناك لعب، وهناك يعني عادة ما ينحو منح الانتكاء واختيار تفاصيل معينة وعدم القبول بالخوض في كل التفاصيل وما إليه. هناك لعبة واسعة تدور بالشكل الذي لا يسمح بمرور الحل السياسي أساسا بين اليمنيين، لتستمر المعركة لتحقيق أجندات التحالف السعودي وليس لتحقيق حتى أجندات الطرف الذي يسمى بالشرعية. اليمن وقع في ورطة وخرج ملفه من يده، وبالتالي يجب أن تركز الجهود لتحميل المسؤولية بالنسبة للطرف التحالف الذي يعبث. لاحظ لديك أنت الآن معركة الحديدة، تدخل بريطانيا لتقديم مشاريع، هذه المشاريع لبقاء ضمان الميناء مفتوحا، لكنها لم تتحدث عن قضية عدم يعني تحويل المدينة إلى معركة وفقا للقانون الدولي والمتطلبات الإنسانية. وتدعو بريطانيا مرة أخرى الأمم مجلس الأمن الاجتماع لتصوت ضد المشروع السويدي الداعي لعدم توجيه الحرب إلى مدينة الحديدة، هي نفسها هي والولايات المتحدة وفرنسا من وقفوا ضد المشروع السويدي الداعي لعدم تحويل المدينة إلى معركة لاعتبارات إنسانية وقانونية. في الأخير هذا اللعب كله هو يدور لتطويع أو لفتح المسار أمام العملية بطريقة سياسية محترفة، وهذه هي المشكلة، أننا نتعامل مع سياسات محترفة وهناك محدودية في الكفاءة السياسية سواء بالنسبة لأطراف صنعاء أو بالنسبة حتى لطرف الشرعية الذين يجارون في مسائل تنتهي في غير صالح الحل في اليمن. يجب أن يكون مسألة الحل في اليمن مسألة أولوية بالنسبة لكلا الطرفين الآن. طيب بعد ولكن أستاذ نعم. أي نعم نعم، ولكن أستاذ عبد الوهاب كما تعلم بأن ميليشيا الحوثي لا يهمها الشعب ولا يهمها كم يقتل من هذا الشعب أو يجوع أو حتى يعني ينتهي بأكمل، هي في النهاية يهمها مصالحها وسيطرتها فقط، ولذلك أي تسوية تأتي لا تأبه بها ولا تعطيها أي اهتمام ولا تعيرها ولا تقدم أي تنازلات، ولذلك هنا سبب الإشكالية. هذا الأمر هو بحق كل الأطراف، كل التصرفات وكل الأداء في كلا الاتجاهين سواء سلطة صنعاء أو سلطة هذه كلهم لا يضعون وزنا بالنسبة للمدنيين والمجتمع. يا رجل لدينا الآن ما يقارب 35,000 المدني قتلوا داخل منازلهم في غير جبهات قتال ولا قريب منها. هذا الأمر يقوم به التحالف أمام السلطة الشرعية وأمام العالم بالكامل، لم يحاول أحد حتى أن يطلب منهم
أن يجانبوا الطيران فوق المدن أو قصف المدن بعيدا عن الجبال. هذا الأمر يتم في الأخير، ليس هناك أحد ينزع باتجاه قضية مصلحة المدنيين أساسا. نحن عالقنا في صراع سلطة، كل طرف يريد قراره ورأيه ويحسب حساب يعني موقعه من من المعادلة في المستقبل، وكل ذلك هو على حساب المدنيين. لديك أنت على سبيل المثال قضية تعهد هذه من على منصة الأمم المتحدة بأن يدفع المرتبات فور نقل البنك المركزي، ولم ينفذ هذا حتى اليوم. في الأخير كل طرف هو يحسب حساباته الذاتية، ومن يدفع الضريبة هو المدنيين والمجتمع. نعم دكتور عادل، هل فعلا ما يقوله الأستاذ عبد الوهاب صحيح بأن الحكومة الشرعية تساوت مع ميليشيات الحوثي بعدم يعني إعارة أي اهتمام للمدنيين أو الاهتمام للمواطنين اليمنيين، وكل يبحث عن مصلحته كما يقول الأستاذ عبد الوهاب الشريفي؟ اسمح لي أعلق على الأخ عبد الوهاب. أولا عندما يقول أن ليس هناك انقلاب يعني على الحكومة الشرعية، طيب أيش نصف يعني الانقلاب الحوثي أو جماعة الحوثي ونظام الرئيس الراحل علي عبد الله الصالح على الحكومة الشرعية، وحجز الرئيس اليمني في منزله والحكومة ورئيس الحكومة في منازلهم داخل العاصمة اليمنية صنعاء، وإعلان ما يسمى بالبيان الدستوري لجماعة الحوثي؟ يعني نسمي ذلك يعني رقصة برع ولا كيف نسميها؟ يعني جماعة الحوثي بالقانون الدولي وحتى بالقرار الدولي يقول لابد من إنهاء الانقلاب، هذا بند من بنود القرار الدولي 2016. الأخ العزيز ضيفك من صنعاء يعني يوازن بين أو يعني الآن يتجاهل تماما الانقلاب العسكري الذي كان في جماعة الحوثي وشريكها السابق، أما اليوم فلا يوجد لها شريك سوى بمفردها في الملعب داخل صنعاء. أولا هذا انقلاب مكتمل الأركان على دولة شرعية المعترف بها من العالم أجمع. ثانيا جماعة الحوثي إذا كان الأخ عبد الوهاب يقول نحن يعني أنه يهمنا المدنيين وأن جماعة الحوثي يهمها المدنيين، نحن يهمنا المدنيين، نحن مع الأبرياء، نحن ضد التحالف العربي في الاستهداف الأبرياء، نحن مع أمن الحديدة واستقرارها، نحن مع أمن البلد، نحن لم الحكومة الشرعية لم ترفع السلاح ضد جماعة الحوثي والرئيس السابق. الحكومة الشرعية كانت منذ اليوم الأول رضخت لجماعة الحوثي ورضخت لجمال بن عمر ورضخت لما يسمى باتفاق السلم والشراكة بعد انقلاب جماعة الحوثي، يعني بعد أن دخلت جماعة الحوثي صنعاء ووقعت الحكومة الشرعية اتفاق السلم والشراكة، ولكن جماعة الحوثي انقبضت على اتفاق السلم والشراكة وقامت يعني باقتحام العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة. بعد ذلك يعني جرى الذي يعني الذي جرى والكل يعرف القضية الصغير والكبير يعرف ذلك. نحن اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تخضع جماعة الحوثي لحوار حقيقي وانسحاب من جميع المدن وتسليم السلاح الكامل للدولة اليمنية الشرعية دون شرط أو قيد، أو أن تواجه المصير العسكري. يا أخي جماعة الحوثي الآن تتبرع بالأبرياء، يا أخي جماعة الآن الاتحاد الأوروبي يقف خلف جماعة الحوثي، الإدارة الأمريكية تقف خلف جماعة الحوثي، الأمم المتحدة فاشلة ولا يعول عليها. طيب فشلت في فلسطين، فشلت في الصومال، فشلت طيب. في الجزائر في البوليساريو، فشلت في كل بلد. إذا نحن الآن طيب دكتور نعم دكتور عادل، يعني ما يظهر دائما بأن المبادرات التي تحدث أو التصعيد الذي يحدث في الحديدة بعد أن تقوم ميليشيات الحوثي بتهديد الملاحة الدولية في المياه الإقليمية، وهناك جهود تسعى لتحرير الحديدة، وربما تظهر أيضا بعض المواقف الدولية الداعمة للحكومة الشرعية والتحالف لتطهير مدينة الحديدة والسيطرة عليها بعيدا عن ميليشيات الحوثي، لكن عندما تبدأ هذه المعركة نرى بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة تقف حجر عثرة أمام أي تقدم عسكري لتحريرها. برأيك ما هي الأسباب؟ أخي الكريم، أولا أريد أن يعني أن أوضح لك هذه الفكرة. المجتمع الدولي وبالأخص يعني دول صنع القرار بما فيها أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والدول الأخرى، هناك يعني استراتيجية دولية لدعم الأقليات في منطقة الشرق الأوسط، وجماعة الحوثي هي من ضمن هذه الأقليات لتهديد أمن المنطقة بشكل عام، منطقة الوطن العربي أو الشرق الأوسط بشكل عام. وبالتالي هناك يعني استغلال يعني لبيع الأسلحة إلى دول التحالف وأيضا إلى أطراف الصراع في المجتمع، سواء كان في اليمن أو في سوريا أو في مناطق أخرى. إذا المجتمع الدولي هو غير جاد في معاقبة الحوثي، المجتمع الدولي هو غير جاد في تحقيق سلام عادل وشامل في اليمن، المجتمع الدولي هو ينافق مثل ما ينافق
يعني في قضية فلسطين، ومن يعول على الأمم المتحدة فهو كمن يعول على ميت. نحن لا نعول على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة إذا كانت صادقة فلماذا لم تفرض حظرا قويا وتمنع يعني تصدير الأسلحة؟ الأسلحة كانت تأتي من سلطنة عمان وعبر البحر العربي إلى داخل إلى ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي لديها الآن خبراء إيرانيين. يعني القرار الدولي يقول يعني هناك بند في القرار الدولي 2016 بمنع توريد الأسلحة إلى اليمن، وجماعة الحوثي تستلم الأسلحة كل يوم. إذا المجتمع الدولي هو يريد جماعة الحوثي أن تكون خنجرا مسموما في المنطقة، مثلها مثل جماعة حزب الله في جنوب لبنان، مثل الميليشيات المسلحة في سوريا بقيادة بشار الأسد، مثل الميليشيات الأخرى في العراق، مثل الميليشيات الأخرى في مناطق أخرى. إذا جماعة الحوثي لن تخرج من المشهد بحل سياسي، ولن تخرج إلا بحل عسكري، لأن هذه جماعة إرهابية طائفية ميليشاوية ولا تعترف سوى بلغة القوة. وأنا وفي الأخير ستجد الحكومة الشرعية أنها مضطرة أن تقتحم المنطقة يعني الحديدة عسكريا وبقية المناطق الأخرى لتحريرها من جماعة الحوثي، وهذا هو الخيار الأخير وهو الذي سيكون على أرض الواقع وإن تأخرت المعركة قليلا. نعم أستاذ عبد الوهاب الشرفي، إذن الدكتور عادل يقول بأن المجتمع الدولي يقف مع ميليشيات الحوثي، وكل المواقف التي حصلت والمبادرات دائما تصب في مصلحة ميليشيات الحوثي، وهي تحرص أيضا على بقاء هذه الميليشيا كما حدث في العراق وفي لبنان وغيرها من الدول العربية الأخرى. ما رأيك بهذا الطرح؟ أن أوضح فيما يتعلق بطرح أخي الكريم من الدكتور من الهند، أن يعني لا أدري تمسكه بقضية التوصيف أن ما يوجد هو حالة انقلاب، أنا أدعوه لأن يعود للبحث عن ما هو مدلول كلمة انقلاب. ليس هناك انقلاب من شريحة مجتمعية، الانقلاب لا يكون كما قلت إلا لجزء من الدولة على جزء آخر. مسألة أن أنصار الله رفضوا إدارة معينة تدير الدولة هذا حقهم. الخطأ الذي وقع فيه أنصار الله حق. ليس أي حق تتحدث عن أي حق أستاذ عبد الوهاب؟ دعني أكمل حتى نفهم فقط في هذا الجزء. أي حق يمتلكه ميليشيات الحوثي؟ حقهم بأيش؟ مسألة الشرعية هي تفويض، ومن حق أي مفوض أن ينتزع تفويضه. الخطأ من الذي وقع فوضه؟ فيه أنصار الله، دعني أكمل فكرتي. الخطأ الذي وقع فيه أنصار الله هو قضية أنهم حاولوا أن يفرضوا أنفسهم سلطة على الجميع. أما قضية اعتراضهم على هذا هو حقهم، ومن حق أي مفوض أن يسحب تفويضه. المسائل هذه هي مسائل سياسية لها مساراتها ولها اعتباراتها، وليست تمسك بآراء أو وجهات نظر والبناء عليها. في الأخير نحن الآن أمام واقع. دعني أسلم جدلا أن ما تم هو انقلاب، مع أننا قلت لك أنه ليس انقلاب، لكنني سأسلم جدلا أنه انقلاب. نعم. هل يبرر الانقلاب أن نأتي بالعالم أجمع ليدمر البلد وليقتل مدنيه؟ هناك وسائل دبلوماسية، هناك وسائل اقتصادية، هناك وسائل سياسية للضغط ولتحويل المواقف وللتفاوض، لكن أن نبيح البلد لهذا التحالف الشرير الذي لم يبقي شيء في البلد بذريعة شريعة شرعية وانقلاب، هذا كلام أنا أتصوره كلام يعني المفترض أن الفترة الماضية يبدو أستاذ عبد الوهاب الشريف. نعم أستاذ عبد الوهاب، نعم يبدو أنك تقفز عن الحقائق الثابتة وتبحث عن يعني قشور المشكلة وتحاول تمييع القضية. أستاذ عبد الوهاب الشرفي، أنت الآن أستاذ عبد الوهاب لابد أن نتكلم بالعقل والمنطق. يعني الآن المشاهد الكريم يسمعك، ولا ينبغي أن نمرر من مثل هكذا مغالطات واضحة. نعم طيب سيدي الكريم، يذهب الناس إلى شيء اسمه انتخابات مبكرة على خلفية أزمات في وزارة أو فيما إليه. كان هذا ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، وللأسف ميليشيا الحوثي هي من انقلبت على كل شيء. طيب نعود لموضوع الحديدة أستاذ عبد الوهاب. من هو الذي أستاذ عبد الوهاب نعود لموضوع الحديدة حتى نستفيد من هذه الدقائق الأخيرة. نعود لموضوع الحديدة والميناء. نعم النتيجة ولا تناقش السبب. من حاول أن يمرر الدستور دون إجماع هو نعم. حكومة هادي. من حاول أن يفرض الأكاليم قبل التوافق النهائي عليها هو هادي. هناك سبب وهناك نتيجة، هناك خطأ مشترك من كل الأطراف ويجب أن يستوعبه الجميع. هناك خطأ وهناك طيب خطأ. نعود لموضوع الحديدة أستاذ عبد الوهاب. نعم نعود لموضوع الحديدة. هل فعلا ما قاله الدكتور عادل بأن المجتمع الدولي فعلا يقف مع ميليشيات الحوثي بصورة أو بأخرى، وكلما يعني حاولت التحالف العربي أو الحكومة الشرعية تحرير الحديدة يقف المجتمع الدولي حجر عثرة أمام ذلك؟
يا سيدي الكريم، المجتمع الدولي مفهوم يعني يمكن أن يأخذ أكثر من توصيف. هناك مجتمع دولي متزن لكنها دول ليست مؤثرة. الدول المؤثرة مشكلتها بأنها هي تقف إلى جانب هذا العمل العسكري الذي يتم في البلد بأهداف وأجندات جزء منها ضمن مخطط يشمل المنطقة بالكامل. بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، هذه الدول هي تتحكم وتمثل قدر كبير أو تتلاعب على موقف المجتمع الدولي بالشكل الذي يفرض أجندتها، كما ضربت لك مثلا بالأداء البريطاني فيما يتعلق بمعركة الحديدة والدعوة لمرتين إلى مجلس الأمن. المجتمع الدولي هناك جزء على كل حال مواقفه رشيدة ويدعو ويتفهم الواقع في اليمن ويتفهم حقيقة القرار الأممي بأنه يدعو لاستكمال المشاورات في كل التفاصيل بما في ذلك مسألة الحب. لكن الدول الفاعلة هي متحيزة ولها أجنداتها التي تستخدم فيها طرفي الصراع في اليمن، وبالدرجة الأولى طرف الشرعية باعتباره هو الذي مال إليها لإخراج أجندات أخرى في البلد، وما يحصل في الجنوب والسيطرة على الجزر والمضائق والشواطئ وأماكن الثروات بعيدا عن سلطة الشرعية هو خير شاهد على أن هناك أجندات أخرى يحميها الجزء الفاعل من المجتمع الدولي. نعم، الآن إعلان المبعوث الأممي بأنه قد توصل إلى تفاهمات معينة سيرفعها لمجلس الأمن، برأيك أستاذ عبد الوهاب هل ستثمر هذه الاتفاقيات بإيقاف الحرب في الحديدة وتسليم الميناء للأمم المتحدة؟ يا سيدي الكريم، أنا لا أتوقع النجاح لأي شيء. لو كان هناك نجاح لنجحت الأمم المتحدة في الحفاظ على فتح مطار صنعاء وهو مغلق يعني بالمخالفة للقانون الدولي. لو كانت الأمم المتحدة قادرة على أن تنجح في شيء لنجحت في دفع المرتبات التي تعهد هذه بدفعها من على منصتها. الأمم المتحدة في الأخير سيستخدم أي خطوة تتم عن طريقها لتحقيق تفصيل معين في مخطط يديره الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا أو ما يعرف بالرباعية، وتستخدم هذه الدول العربية لإخراجه في حق اليمن. لكن لن يؤدي هذا الاتفاق إلى تجنيب المدينة وإيلات المعركة، وستستمر المعركة وسيتضرر المدنيين وسيعني ستتضرر المدينة رغم كل الحديث الذي يتم الآن بأن هناك اتفاق تم أو ما اتفاق لم يتم. الواقع يسير بالتلاعب على القانون وليس بالوصول إلى القانون. إذا اعتبرنا أن الاتفاق هو صورة من صور القانون ستنفذ، القانون لم ينفذ على الإطلاق في كل تفاصيل الأزمة اليمنية ولن ينفذ حاليا، وإنما سيتم التلاعب عليه والمضي في الأجندات المخطط لها من قبل الدول العابثة في اليمن وفي المنطقة ككل. نعم دكتور عادل دشيلة، إذا ما فشلت هذه المساعي الآن الذي يبذلها المبعوث الأممي في اليمن من أجل تجنيب الحديدة لهذه المعركة، برأيك هل التحالف والحكومة الشرعية قادرون على تحرير الحديدة عسكريا؟ أخي الكريم، قبل أن أتكلم عن هذه النقطة أريد أن يعني لا أعرف لماذا الأخ عبد الوهاب يريد أن يقفز على الحقائق ويقول أن الرئيس اليمني يعني أراد أن يمرر الدستور بغير رضا الجميع. يا أخي الكريم، ألم يكن أنصار جماعة الحوثي لها 35 عضو في مؤتمر الحوار الوطني؟ ألم يكن المؤتمر الشعبي العام أكثر من 100 عضو داخل المؤتمر الحوار الوطني؟ ألم يكن التجمع اليمني للإصلاح أكثر من 50 عضو داخل مؤتمر الحوار الوطني؟ ألم يكن هناك أبناء الشعب اليمني كافة من داخل المهرة إلى صعد اتفقوا على دستور الجمهورية اليمنية الجديد وعلى يعني على 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 ما يسمى بالأقاليم، واتفقوا على دستور بلاد، وكان أمين عام الحوار الوطني ذاهب للتوقيع على هذه المسودة، مسودة دستور الجمهورية اليمنية، وكنا ذاهبون إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية داخل البلاد. ألم تنقلب جماعة الحوثي؟ لماذا يا أخي تريد أن تغادر الحقائق؟ يا أخي الكريم، القفز على الحقائق لن يزيد الطين إلا بلة، هذه هي الحقيقة. اتفق جماعة أنصار الله الحوثي داخل وافقوا على الحوار الوطني، وافقوا على مخرجاته، ولكنهم انقلبوا عليهم والرئيس الراحل علي عبد الله الصالح. هذه نقطة. أما بالنسبة للنقطة الأخرى وهو الحديدة، أخي الكريم، نحن أمام ميليشيات مسلحة. هذه الميليشيات الآن نحن نخاف على الأبرياء، نحن نخاف على المدنيين داخل الحديدة، ونحن ندعو التحالف العربي وعلى منبركم هذا والحكومة الشرعية أن يحاولوا بإيجاد أماكن للأبرياء وللنازحين من داخل الحديدة. التحالف العربي يا أخي الكريم، نقولها بالحرف الواحد،
هناك كنترول، هناك ريموت يحرك التحالف العربي ويحرك ايضا الجبهات، وهو اللاعب الامريكي. يعني التحالف العربي لا يستطيع ان يتقدم قيد انمله اذا لم يكن هناك ضوء اخضر امريكي له يتحرك نحو الحديده، وبالتالي التحالف العربي الان هو في ورطه، وجماعه الحوثي في ورطه، والحكومه الشرعيه تريد ان تخرج، يعني تخرج بالبلد الى بر الامان. اذا الحكومه الشرعيه ستحاول بكل ما لديها من اوراق ان تضغط على التحالف العربي لكي يعني يخرج، لكي يقتحموا الحديده عسكريا اذا لم تخضع جماعه الحوثي يعني المبادره التي اتى بها البعثه الدولي قبل يومين. لكن انا لا اتوقع ان التحالف العربي سينسحب من الحديده، وانه مصر على تحرير الحديده وسينتصر اذا وجدت الاراده لدى التحالف العربي سيدخل الحديده. لكن للاسف الشديد هناك يعني اجندات للتحالف العربي، هناك اجندات الإمارات، هناك أجندات أيضا للطرف للسعودية، وبالتالي هو ما أخر الحسم. لكن جماعة الحوثي الآن هي تقاتل، يعني تقاتل عن بعقيدة، وهي تعرف جيدا أنها إذا خرجت من الحوثي فستنتهي في الجبال، هناك في الكهوف مكان ما كانت في الماضي، وبالتالي هي ستقاتل وستحول الحديدة إلى مدينة شبه أشباح، وقد قامت يعني بزرع الألغام والمتفجرات وبناء الحواجز داخل الحديدة. وبالتالي نأمل من التحالف العربي ومن الحكومة الشرعية أن يبحثوا كما قلت لك عن يعني أماكن آمنة ويقتحموا الحديدة عسكريا، لأنه لا حل إلا بإخراج جماعة الحوثي من الحديدة عسكريا، لأنه تغلقت كل الطرق وكل الأبواب وكل الحوارات مع هذه الجماعة ولم تقبل. ونحن نعم. 4 سنوات وجماعة الحوثي تراوغ وتكذب وتحاول أن تمرر مشاريعها لكسب مزيدا من الوقت، حتى يعني هي تعرف جيدا أنها منهار وستخرج عسكريا اليوم أو غدا، ولكنها تريد يعني شيئا من الوقت، تريد ان يعني ان تمسك يعني قليلا داخل الحديده او ان تبقى قليلا، ولكنها لن تبقى لانها جماعه انقلابيه مرفوضه، ولا نعم. يوجد لها حاضنه شعبيه لا في الحديده ولا في شمال اليمن ولا في وسط اليمن، وسيكون النصر للشعب اليمني قريبا باذن الله. نعم استاذ عبد الوهاب الشرفي، اذا كل المؤشرات كما يقول المتابعون والمحللون العسكريون وايضا السياسيون بان المعركة تصب بمصلحة الحكومة الشرعية والتحالف لفارق القوات العسكرية والأسلحة المتطورة والطيران وغيرها. إذا السؤال الأهم الذي يتساءل فيه معظم اليمنيين، لماذا تصر ميليشيا الحوثي على مواصلة القتال في معركة خاسرة فقط سيدفع ثمنها المدنيون في الحديدة؟ قبل أن أجيبك فقط، لا أدري أنا ما هي الحقائق التي يتحدث عنها الدكتور. كل المتابعين للشأن اليمني يعرفوا بأن المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله لم يوافقوا على الدستور ولم يوافقوا على توزيع الأقاليم الذي حاول هذه وحكومة، ولذلك قادوا الدستور. الانقلاب. أجبني نعم. على السؤال لأنه لم يقل دقيقة أستاذ عبد الوهاب. نعم هذا الواقع، عندما تريد أن تفرض شيء والمسألة يجب أن تتم بالتوافق، لا بد أن يكون هناك رد فعل، وهذا هو الكلام الذي نقوله أن الخطأ مشترك. على كل حال، في الأخير هي معركة تدور، ومسألة أن نسلم أي طرف بنتيجة ما لأنه يتصور بأنه سيخسر، في الأخير هناك معنويات موجودة في الطرف الآخر، وهناك مستوى من العمل هو يعمل به منذ البداية، وهو يعرف بأنه يواجه تحالف ربما لم تعرف البشرية قبله من قبل. أن تتحدث الآن عن أكبر الدول العربية عسكريا وماليا وإعلاميا، ويسندها لوجستيا أكبر القوى في الكرة الأرضية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كلهم أعلنوا رسميا دعمهم اللوجستي للتحالف السعودي. والمعركة منذ البداية هي كانت إذا الميليشيا ستمضي بهذه المعركة حتى تهزم عسكريا، لا خيار آخر. إذا هي متعلقة بقضية أن يتوجه الجميع بصدق لحل سياسي، اما المراهنه على قضيه انك ستغلب هنا او ستغلب هنا، الجميع يعرف ان العواقب ستكون أسوأ من قضيه ان اصمد الى مرحله ان احاول أشكرك. ان افرض مرور حل سياسي. اشكرك الاستاذ عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي، كنت معنا من صنعاء، وشكر ايضا للدكتور عادل دشيلة الباحث والمحلل السياسي والكاتب، كان معنا من الهند. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.